والبداية مع جولة على المشهد السياسي والزميلة جوزيفين ديب. مساء الخير جوزيفين. مساء الخير جورج. يعني مع موقف صحيفة الرياض ثم سحب هذا الموقف هذا الموضوع. ثم أيضا المواقف المتضاربة من داخل تكتل لبنان القوي، صح، يبدو المشهد السياسي يتجه إلى المزيد من التعقيد على خط الرئاسي وعلى خط الفراغ الرئاسي. يبدو هيك جورج، وبالفعل هو مجرد سحب الموضوع أنه وضع أو عودة وضع لبنان تحت مظلة سين، مجرد سحب هذا الموضوع هو ممكن قراءته أيضا بالسياسة رسالة. خلينا نشوف سوا. تفضل. مساء الخير. بعد عودة سوريا إلى مقاعدها في جامعة الدول العربية من بوابة المملكة العربية السعودية والكلام عن انعكاس ذلك على لبنان، كان لافتا ما نشرته صحيفة الرياض السعودية قبل أن تعود لتسحبه عن موقعها الإلكتروني الرسمي. وكانت الصحيفة نشرت مقالا تحت عنوان الأزمة اللبنانية العودة لمعادلة سين سين، وقالت فيه أن الملف اللبناني كان أولوية في أجندة لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس السوري بشار الأسد الذي عقد أخيرا في جدة، مؤكدة أن الزخم السعودي سيزداد في الملف اللبناني بمشاركة سورية وإيرانية فعالة، انطلاقا من الدور المحوري الذي تلعبه السعودية في العالم العربي لمساعدة لبنان على التعجيل بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وتحديد الخطوات التي تسهم في إخراج لبنان من أزمته وفق مخرجات أعلان جدة. وأجمعت المصادر الخليجية وفق الصحيفة على أن هناك تغييرا واضحا في قواعد اللعبة في المنطقة، ولم تستبعد المصادر احتمال تشكيل وفد عربي رفيع المستوى من عدد من وزراء خارجية الدول العربية لزيارة لبنان، تأكيدا لاهتمام الدول العربية بالأزمة وحث الأطراف على معالجة الملف اللبناني بحكمة، وأن يكون الحل لبنانيا لبنانيا، على أن يهدف الحراك السعودي السوري المدعوم عربيا وإيرانيا لإعادة تأهيل لبنان سياسيا والتمهيد لإنقاذه اقتصاديا. هذا المقال الذي أعاد معادلة السين سين بعد غياب طويل عادت الصحيفة السعودية وسحبته بعد الظهر. سفير المملكة العربية السعودية السابق في لبنان علي عوض عسيري كان قد علق لبرنامج هنا بيروت عن هذا المقال قبل سحبه، معتبرا أنه بعيد عن واقع الحال. العسيري دعا اللبنانيين إلى الاتفاق على رئيس توافقي قائلا أنه من غير المقبول أن يفرض الثنائي الشيعي رئيسا على اللبنانيين، وحان الوقت أن يتم وضع لبنان أولا. يعني السين سين اصبحت يعني حديث المجتمع في لبنان، بينما الظروف تغيرت. حضور الرئيس السوري للمملكه العربيه السعوديه همه هو بلده قبل اي شيء، وهمه انه يعود الى الجامعه العربيه، ويهمه انه يحتضن من قبل الجامعه العربيه ويبدا بمساعده الجامعه العربيه والدول العربيه ان يهتم في بلده وفي النازحين المشتتين في البلدان المجاوره. وانا اعتقد تعليق الامال على سين سين، انا ارى كمحلل انه خطا جدا، وانه يجب ان نعلق الامال على قدرة اللبنانيين. أنا أعتقد البيان الختامي الذي صدر في القمة حث اللبنانيين على اختيار رئيس وتشكيل حكومة فل الصب، يعني نقطة على الصدر. فأنا أعتقد أنه تعليق الأمل على مثل هذه الأمور تضيع الوقت وخلق أمال لا توجد بالنسبة للبنانيين. رأيي أولا، أنا أعتقد البيئة يعني الاتفاق السعودي الإيراني ما في شك له إيجابياته في على الساحة اللبنانية لإزالة التوتر اللي بين اللبنانيين ومحاولة إيجاد يعني توافق على انتخاب رئيس. ما رأيناه هو يعني أصبح نوع، أولا يجب لا يستطيع أحد أن يفرض على أحد في لبنان. نعرف لبنان ونعرف ظروف لبنان السياسية وتكويناته السياسية، لا يستطيع أي فريق أن يفرض على فريق آخر رئيس الجمهورية، وخاصة المسيحيين هذه مسؤوليتهم، هذا أعلى منصب في الدولة. داخليا، بعدما أثار تصريح النائب لعون جدلا داخل التيار الوطني الحر وخارجه، قال نائب التيار أسعد درغام في برنامج هنا بيروت أن موقف التيار موحد في دعوته إلى انتخاب رئيس لا يشكل تحديا لأحد، لا للثنائي ولا للمعارضة. إلا أن المفارقة بدت في كلام درغام عن ترشيح عضو التكتل النائب إبراهيم كنعان إلى الرئاسة. أحد الحلول الواقعية والمنطقية
أنه اليوم إحنا إذا بدنا نشكل توافق مسيحي وبالتالي قبول لدى الثنائي الشيعي، في عنا مرشح موجود بتكتل لبنان القوي موضوع على لائحة بكركي، وفينا نقدر نمشي فيه إذا بدنا نفوت بمواجهة. حدثك من الأشخاص يلي محسوبين على النواب يلي ممكن يروحوا ينتخبوا لمصلحة سليمان فرنجية؟ أكيد ما عنا نواب محسوبين، في حدا كل واحد، أنا عم بحكيك رأيي بكل صراحة. رأيك؟ أنا رأيي تنتخب سليمان فرنجية؟ كيف بدي انتخب سليمان فرنجية؟ أنا عم بسألك أي أساس؟ أنا وقت بدي انتخب في عندي حدا من التكتل. في المقابل بدا التناقض واضحا في صفوف التيار، إذ أكد النائب السابق إيدي معلوف أن الكلام عن اتجاه نحو ترشيح النائب إبراهيم كنعان للرئاسة أو لحاكمية مصر في لبنان لا وجود له في أروقة التيار الوطني الحر، كاشفا من برنامج الحدث أن الأمور بين التيار والمعارضة ماشية ومش معطلة. ما معي خبر بهالموضوع، بنسمعه بالشرايد وبالتلفزيونات، بس فعليا بالتيار الوطن الحر، بأروقة التيار الوطن الحر، ما في كلام عن هالشيء هيدا، وعبرنا انه نحن بمحل المحلات في حال بدنا يعني بده يتم ترشيح رئيس جمهوريه، ترشيح لرئاسه الجمهوريه، واضح انه الاكثريه كانت مع ترشيح الوزير بسيل لا اكثر ولا اقل، وكنا قلنا نحن انه بالوقت الحالي نحن بنفضل مع هاي التركيبه ومع هال يعني ومع وضع البلد انه ما يكون في ترشيح للتيار الوطني الحر، لانه هذه تتطلب كمان مسؤوليه عده اطراف، وما طلع على بالنا نرجع نوقع بالتجربه والتعرق اللي صار. في نهاية تموز تنتهي ولاية حكم مصر في لبنان رياض سلامة، لا بوادر رئاسية حتى الساعة قبل ذلك الحين، وفي انتظار انتخاب رئيس وتعيين حاكم جديد يبدو أن التوافق سيكون على الالتزام بقانون النقد والتسليف وتسليم نائب الحاكم الأول وسيم منصور صلاحيات الحاكمية. أما مجلس الوزراء فيعقد جلسة له يوم الجمعة عند 3 بعد الظهر لاستكمال البحث في تداعيات قضية سلامة والنازحين السوريين. وتعليقا على عقد جلسة، غرد النائب جبران باسيل قائلا: يحصل ما حذرنا منه مرارا منذ عدة شهور، رئيس حكومة تصريف الأعمال المنقوصة الشرعية والدستورية والميثاقية يدعو ومن وراءه باسم القوة القاهرة ومصلحة الدولة العليا لعقد مجلس وزراء للبحث في مواضيع ضرورية ومستعجلة وطارئة من 72 بند، من بينها مراسيم عقود بالتراضي وفتح اعتمادات عادية وتعيين مجلس إدارة الهيئة الناظمة لزراعة نبتة الحشيشة، استفزاز ما بعده استفزاز وضرب للميثاقية والشراكة والدستور. الأسوأ أن الأمر يحصل بسكوت من مرجعيات روحية وسياسية تدعي الحرص على موقع الرئاسة وتدعو للإسراع بانتخاب الرئيس. من كان مستعجلا فعلا لانتخاب الرئيس لا يسكت عن هكذا جلسات يتعمد الداعون إليها الاستمرار بسياسة تغييب الموقع حتى يتسنى لهم ملؤه بمن يريدون أو يفرضون. الموضوع برسم كل الوزراء الميثاقيين في الحكومة وبرسم من يرفض تشريع الضرورة بسبب عدم جواز التشريع في مجلس نيابي شرعي بغياب الرئيس. فهل تجوز هكذا جلسات وهكذا قرارات وهكذا مراسيم بغياب الرئيس؟ إذن جوزيفين شكرا لك على هذا المشهد السياسي.